مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع. اليوم بدنا نعمل فتح وتلخيص لهذا ال جامبل اللي هو مثبت الحركه اللي من دي جي اوم، من دي جي، شركه دي جي اسمه اوم 4. هذا نوع جديد نازل جديد في السوق. باختصار، شركه دي جي يعني من الشركات الصينية اللي أثبتت مفعولها في صناعة التكنولوجيا، وصارت من أفضل الشركات العالمية خاصة بالموضوع الدرونز. طبعا عندهم هذا الموضوع تبع الجامبلز والكاميرات اللي فيها جامبلز انشهرت كتير. هي تقريبا من أول ما نزلت هذا الموضوع، زي ما أنتوا شايفين هذا في ماجنتيك مومنت. حنشوف شو موضوع الماجنت، بتقدر تسويه بالطول وبتقدر تسويه بالعرض، وطبعا في سيلف ستابلايزر. خلينا نبدا نفتحه ونشوف شو كيف بدنا، شو في البوكس. طيب هذا هو. واو، طيب طلعوا هون صفت عشان يمكن ما يجرى. في انستراكشن هون بس مش عارف انا ليش فتحتها هيك. اوه، كان لازم افتحها من هون، كان لازم افتحها هيك. anyway، طيب خلينا نشوف شو في بالبوكس نفسه. في الجامبل هذا هو زي ما شايفين كيف بفتح. يا عيني وبسكر، كيف بسكر. ايوه، نفس الطريقه عكس الهاي. في هذا هو المغناطيس اللي بنحط على التلفون. الحلو فيه، هذه الشغلة الحلوة، انه انت بس تحطه على التلفون خلص، فيش داعي انك تضلك تشيل التلفون وبتعرف خلص. مشكلة التلفونات معظمنا هيك خلص، انت حط. اوف، في اشي غلط معقول. لا، هي ثبت هيك، ثبت على التلفون. اوكي، وهذا بس شايفين قوته، ومش سهل، قوي جدا. في هاي للتلفونات الصغيره، سمول فونز زي ايفون 7، ايفون 8، وسامسونج اس 8 برضو اعتقد بتلزقها على التلفونات الصغيره، بس ليش بتلزقها مش عارف. anyway، طيب اللي جاي معاه ترايبودز. هذا بتحطه هون. طبعا حلو فيه انه بتقدر تثبته على الطاوله زي هيك، تثبته على الارض زي هيك وبصير يصور. ونفس الاشي هاي ممكن تستخدمها اكستندرز، يعني بتصير للبعد والطول، يعني سنات باد، طويله وحلوه تنضم بكل سهوله. برضو جاي USB-C. طبعا هلا كل الشركات تستخدم USB-C. هذا في البوكس الاول. خلينا نشوف. واو، في البوكس الثاني. اوه، طلع يا جماعه هذا هيك شغلات غريبه وعجيبه. خلينا نفتح الشدة، في شيء. طيب خلينا نشوف هاي. آدم عم بحاول انه يساعد. انا I will do it آدم، don't worry. اوكي، هاي عبارة عن cool، هاي باج عشان تحط فيها الجامبل. اوكي، so في هادي، هنشوف شو هي هاي. وهاي وهذا. اوكي، طيب هذا اللي موجود في البوكس الثاني. هاي alignment guide. اوكي، هاي اذا عندك تلفون صغير وبدك تحط عليه، فبتحطها ورا هيك وبتقول لك وين تحط هذه، تضلها فيكس. هاي مغناطيس بس دائم، وزي ما انتم شايفين لها زي حلقة زي هذا، بس بتضلها على التلفون تبعك. واو، يعني صراحة very strong. ف
هاي وين تحطها بالضبط عشان تكون بسنتر التلفون. هاي alignment. وهدي كده I think اللي كانت موجودة القطعة عشان الالايمنت هاي. طيب نشوف شو في بالبوكس هذا. اتوقع انه هذا عبارة عن يعني هاي انستركشن، بس الانستركشن بكم لغة نشوف، لانه عادة معروف دي جي. واو شوفوا كم لغة يا جماعة. طبعا الانستركشن بيمكن 10 لغات يمكن او 15 لغة. طيب الانستركشن صفحة صفحتين ثلاث بيزيكلي هو كل الانستركشن تبعه 3 صفحات، واحدة تنتين لا اللهم 3 4 صفحات الانستركشن، والباقي لغات كلهم ترجم ل ألماني فرنسي هنغاري إيطالي نيوزيلندي. شركة يعني عن جد. هذا الماجنت رينج كيف تحطه برضو هون للغات ثانية. وهذه القطعة هاي اللي حكيت لكم عنها، هاي القطعة هنا نشوف شو هي. أوه هاي عشان الوايبينج، شوف حاطين لك عشان تمسح محل اللي بدك تلزقها الويت ودراي، وهدول احتياطا لزقات 3M. طبعا برضو لقينا هذه شغلة جيدة هيك بتحطها في ايدك ستراب عشان ما توقع، بتربطها هون. يعني من الشغلات اللي انا بحب انها تكون موجودة في الـ في الـ في الجيمز. طيب خلينا نشوف كيف نشتغل معها. هيك بتفتحه. اوكي هنا نحط لكم اياه قدامكم. تلفون مفروض انه واو. اوكي اون اوف. اوب سوري، هذا اللي بيحرك، هذا اللي بيقدم هاي الاون اوف. يا عيني يا عيني شوفوا كيف سوى حاله لحاله يا جماعة. وهيك بدأ شوفوا أنا ماسكه وبحرك وما بتحرك. طيب هشوف أنا. أوكي حلو حلو حلو. طبعا شوية أنا مش مسنتره، هيك أسنتره صح. اوكي شوف هيك غيروا سواه بالطول. اذا بكبس كبسة على الام بيرجعوا على السليبينج مود، وهيك على طبعا في اب له خاص. طيب انا بدي اعمله بالعرض. اوكي شوفوا التغيير كيف بتحرك، very smooth لفوق لتحت. وطبعا حاطين لك instruction هون عشان تقدر تنزل الاب. حاطين لك اياها شايفينه هون عشان طيب هيك طفيناه. هون الشحن هذه، بس في شغلة هون، هون في برضو USB مش عارف لايش هاي، وهون في كبسات، وهون I think هاي هنا اشوف لايش هاي. لا هاي ما فيها، هاي بتبعد وبتقرب هون زي ما شايفين. الشاحن هون، بس هون في USB برضو. في بطارية هون يا جماعة، فإذا عندك سلك عشان تشحن التلفون بتحط الـ USB هون وبتشحن فيها التلفون. طبعا حورجيكم الكبسات اللي موجودة حواليه بس سريعا. في كبسة هون اللي برجعك على المود الأول، في هون للشحن زي ما انتم شايفين هون عشان تقدر تعمل تسجيل الفيديو،
والصور، وهون اللي برجعك بغير المود زي ما شايفين كبستين، بغير المود اوكي، وهذا اللي بحرك يمين شمال فوق تحت شايفين، وهذا لما بتحط الاب طبعا بقرب زوم اون اوف. بشكل عام صراحة يعني بدون الترايبودز شكل حجمها صغير، فيري سموث زي ما انتم شايفين، تتحرك بكل سهولة، بتضلها على نفس التارجت. الاب تبعهم رائع رائع رائع، يعني لما تجربوه صراحة راح تنبسطوا عليه. اجين هاي التجربة اللي حبينا نورجيكم اياها، فان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيها. نراكم في حلقات اخرى، سلام للجميع. واذا حب عملتوا لايك ليكوا، واذا شفتوا شير شيروا، واذا عاملين سبسكرايب سبسكرايبوا، وان شاء الله نشوفكم. باي باي. ادم بدي يسوي الموهبة تبعته في اغلاق الانبوكسينج. يلا ادم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.